السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں عمر فاروق. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پیج کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأعزلنا من المعصرات ماء فجاجا ونخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء من الفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وتواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ہمارے چینل کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.